جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول علي بعض الديون وجئت لأسأل عن أصحابها فلم أجدهم في محلاتهم، وصيت أناسا كثيرين فلم يجي ذلك نفعا، بماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ نوجهك بمواصلة البحث عن أصحاب الديون والإعلان في الصحف عن هؤلاء من أجل أن يأتوا ويستوفوا ديونه، أو يأتي إن كان لهم ورثة، إذا كانوا قد توفوا يأتي ورثتهم. واجب عليك البحث عنهم، السؤال عنهم والإعلان في الصحف أو في بعض الصحف، حتى يكون عندهم معلوم وخبر، يعرفوا مكانك وأين أنت، فيأتوا لأخذ حقوقهم. فإذا تعذر الوصول إليهم بعد البحث عنهم، فإنك تتصدق بهذه الديون على نية أن الأجر لأصحابها وأنت تتخلص منها. فإن جاءوك بعد ذلك أو جاء بعضهم إليك وقد تصدقت بها، فإنك تخبرهم بالواقع، فإن أجاز الحمد لله صار الأجر لهم وأنت برئة ذمته، وإن طالبوا بحقهم فإنك تغرم لهم وتكون الصدقة الماضية لك وأجرها لك.